في بيلوتو يا مسلم يا سليم، شحنة ضخمة من البطيخ والخضار والفواكه وصلت عندهم. البطيخ الإيراني ولو يوصل 10 كيلو فقط بريال. وحصلنا أبو حمزة من اليمن. أبو حمزة إيش رأيك بسعر البطيخ؟ والله لأول مرة في عمان سعر وطعم. سعر وطعم من هين؟ من بيلوتو. الله أكبر. حتى لو يوصل وزنها 15 كيلو فقط بريال من بيلوتو. لا خربوها من صح هذه المرة. تخيلوا البصل الأحمر 10 كيلو بريال و800، والأسعار عندهم في الخضار والفواكه مروا عليهم بس وراح يصدمكم بيلوتو. شوف الزحمة وراك، حليب مزول للأطفال يا جماعة 6 حبات ب 495 بس. كرتون عصير المراعي بكل النكهات، الكرتون فيه 18 حبة فقط بريال و190 بس. علبتين جبن المراعي الكبار العلبتين بريال و950 بس. يا راجل زيت دوار الشمس خفيفة 3 لتر بريال و700 بس. ولعيالكم للمدارس جابوا آلاف التشكيلات من مطارات المدارس، هذا السطر كله فقط مطارات مدارس. كل هذه السلة لزبون واحد في قسم المدارس، اللي بغيتوه لأطفالكم للمدارس موجود في بيلوتو. صار كل اللي بغيتوه في روسكم موجود في هذا المول الضخم من بيلوتو. في دقائق يا جماعة، في دقائق والله، وصول رجال الدفاع المدني لإطفاء سيارة من دولة البحرين هنا بدأت تشتعل الحين. لله دركم. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم.